سرعة شديدة تداولت يعني المواقع المهتمة بالرياضة ظهور اسم لاعب جديد للنادي الأهلي، لاعب جزائري اسمه أحمد القندوسي. من هو أحمد القندوسي؟ ماذا سيفعل؟ والكلام إن احنا هنشوف أحمد كمان بسرعة جايز يكون مع الأهلي في البطولة اللي بيلعب فيها دلوقتي، بطولة أندية العالم، بطولة العالم للأندية. معانا الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو. من هو القندوسي وبيلعب إيه وإيه الحكاية وإيه الموضوع؟ أحمد القندوسي ده لاعب وسط فريق وفاقس سيف الجزائري، وهو كان موجود دلوقتي مع منتخب الجزائر للمحليين اللي بيشارك حاليا في بطولة أمم أفريقيا للمحليين اللي بتتلعب حاليا في الجزائر، قادم المنتخب الجزائري لنصف النهائي البطولة. أحمد القندوسي ده مش جديد بالنسبة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي دخل في مفاوضات في شهر 6 الماضي، شهر يونيو الماضي، لضم اللاعب. وأثناء الكلام ده كان أصلاً يمكن ناس كتيرة بتتكلم على إن الأهلي دخل في الصفقة نكاية في الزمالك، الكلام ده مش صحيح. الأهلي لو أنا هرجع بحضرتك يعني خطوتين لورا، في شهر 6 كان في زيارة من عبد الحكيم سرار، الكابتن عبد الحكيم سرار ده رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري للنادي الأهلي، زار مقر النادي الأهلي في الجزيرة والتقى بالكابتن الخطيب. في الجلسة دي الكابتن الخطيب طلب أحمد القندوسي لأن لاعب واعد بيجيد اللعب في أربع مراكز، ولاعب شاب مواليد 99 يعني عنده 23 سنة. الكابتن عبد الحكيم سرار تربطه علاقة صداقة لأنهم زملاء ملعب هو الكابتن الخطيب، فاعتذر له وقال له أنا بكون فريق دلوقتي ومش هستغنى عن اللاعب، لكن لو في يوم من الأيام إحنا فكرنا نبيع اللاعب هنرجع ليكم وهيكون الأولوية للنادي الأهلي، بس تحطوا نفس الرقم اللي الأندية الثانية بتتفاوض معاه علينا دي. الفترة الأخيرة دخل نادي الزمالك ونادي بيراميدز في مفاوضات، ناس كتير ما بتتكلمش إن بيراميدز كان في المفاوضات، الزمالك تفاوض مع وفاق سطيف وبيراميدز تفاوض، وفي مولودية الجزائر هناك كمان تفاوض.